السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاة شاب في ظروف غامضة، هنعرف مع بعض كل التفاصيل ويسر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب لحظة وفاته يوثقها الجاني بكاميرا تليفونه. هل فعلا الشاب ده جزائري ولا مصري؟ هنعرف كل التفاصيل مع بعض، بس فضلا من حضراتكم اللي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. صلى على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب في 25 من عمره وهو يلقي حتفه. اتوفى وتوثقت لحظة وفاته من احد الاشخاص وهم بيموتوه، وصوروه كمان بعدسة الكاميرا بتاعة تليفوناتهم. طبعا المقطع الفيديو انتشر كالنار في الهشيمة على كل مواقع التواصل الاجتماعي، كل الناس بتبحث عن مقطع الفيديو بتاع الشاب وايه اللي حصل. المقطع نزل مكملش ساعات قليلة وتم حذفه من على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا ده بسبب بشاعة المنظر. يظهر مقطع الفيديو للشاب اللي انتوا شايفينه معانا ده دلوقتي، طبعا وهو قاعد على الارض، وفجأة بيبدأ ينهال عليه شخص بالضرب لحد ما يتوفى وينتقل الى رحمة الله تعالى. طبعا ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. الشاب يا جماعة ولا جزائري ولا مصري ولا عربي اصلا. في انباء بتقول ان الشاب ده اسباني، طبعا ربنا يرحمه ويغفر له. لو وصلتوا معي لحد هنا لايك وشير، فعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.